في تصريحات لأخبار مصر أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الوزارة وضعت ضوابط لعودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى بدءا من يوم 28 من الشهر الجاري، مؤكدا ضرورة الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية المتبعة ومراعاة التباعد. وأشار إلى أن خطبة الجمعة ستكون في حدود 10 دقائق، مع التأكيد على عدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات وعدم السماح بصلاة الجنائز في المساجد. نتابع. هي نفس ضوابط الصلوات العادية من مراعاة التباعد بين المصلين، الالتزام بالكمامة، المصلى الشخصي، عدم فتح دورات المياه، وأن تكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق. وبنأكد إن هذا مرتبط بهذا الظرف. إحنا قبل كده كنا بنقول في حدود ربع ساعة إلى 20 دقيقة، لكن مراعاة للظروف وحتى لا يجلس الناس فترة طويلة في التجمعات في هذا الظرف، وهي تحقق المقصود الديني وليس فيها أي مخالفة شرعية على الإطلاق، تحقق المقصود الديني. وبنوجه رسالة مهمة جدا جدا جدا، عندما تزال أو تزول الجائحة تماما وتعود الحياة الطبيعية، يكون النزول للجمعة واجبا على الجميع، أنك على كل بالغ عاقل مسلم للصلاة، فهي فرض. ولكن في ظل الظروف الحالية وفي ظل إجراءات التباعد والفتح التدريجي لعودة الجمعة، لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرا في بيته، سواء بقى كان من كبار السن، من أصحاب الأمراض المزمنة، كان لديه شيء من التخوف من التجمعات، او كان لديه ايصال للاخرين وقال لو نزلنا جميعا لم يسعنا المكان، فانا ساوسر الاخرين. فمن صلى ظهرا في بيته فلا حرج عليه، ومن نزل فيراعي جميع الاجراءات التباعد والضوابط، فان وجد المسجد قد امتلأ عاد الى بيته وله كامل الاجر والثواب.